عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيتكم ب فيديو غنشارك معكم فطائر تيجي ولداد زوينين معمرين بالكفته والخضره خضر. تنحتاجوا لهاد الفطائر 500 غرام ديال الدقيق الابيض، تنحتاجوا الخميره ديال الحلوه، وتنحتاجوا معلقه ديال كبير هذا صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره غير مملوءه بالملح، هنا ثلاثه المعالق كبار ديال بودره ديال الحليب، وتنحتاجوا الزيت ربع كاس ديال الزيت، تنحتاجوا الماء دافي باش نجمعوا هاد العجين. على بركه الله نبداو. تناخذوا خميره ديال الخبز تنديروا فيها شويه الماء صافي، ونديروها شويه ناخذوا الملح، ناخذوا سنيده سكر، ناخذوا خماره ديال الحلوه، ناخذوا الحليب بودرة الحليب، نضيفوا الزيت ربع ديال الكاس صافي، ونجمعوا الخليط ديالنا بشويه بشويه، نجمعوا الخليط ديالنا بسم الله. غديرو بشويه الماء بشويه بشويه تتجمع. ها العجين ديالنا بعد ما جمعناه هاكي تيجي رطيطبه رائعه. تنخليوها واحد نص ساعه ترتاح، نغطيوها ونخليوها واحد نص ساعه ونرجعو ان شاء الله. بالنسبه للحشوه تنحتاجوا الكفته، هنايا عندنا 400 غرام ديال الكفته، هنا بصله مشلضه بصل، هنايا جوج جزرات محكوكين هكذا رقاق، هنا شويه الكروم هكا هذا مقطع رقيق، هنا شويه الخيار مخلل واحد جوج خيارات مخللين، هنا البهارات الملح والبزار، هنا عندنا هذا الهريسه، عندنا هنا الخردل والفرماج. على بركه الله غنبداو. غناخذوا مقلاه فيها الزيت شويه الزيت، غنديروا البصل حتى يدير شويه يطيح لينا شويه، غنديروا فيه نزيدوا عليه الكفته، غادي نضيف شويه الملحه، ونضيفو عليها الكفتة. دابا غادي نضيف الكفتة، ديك شويه الملح، ديك الحبة، ونخليها بعد دفع الجزر، هنحركو ندفعو الكرام،
درت لك البصل قنحلك هاي خربطت صافي تسوى عليها بعد ما طبلينا الخليط دابا غادي نضيفو الهريسه اللي بغى يديرها اختياريه اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغاش حسب الذوق هاد سميتو الخردل نضيفو الخردل خلطو مزيان هذا الخيار المخلل جاني مالح بزاف ما غاديش نديرو لان الدار ما تيبغيوش ولكن نتوما ديروه تيجي رائع انا جاني مالح بزاف ما نقدرش نديرو هاد دابا دابا غادي نضيف الفرماج خلط هناخدو العجين ديالنا نقسمو على جوج ونطلقوها هنديرو شويه الدقيق نبسطو دابا ناخدو القطعة نقطعو العجين ديالنا دابا تنوضعوهم في خلاطة ديال الفران في هاد ليمول هكا من بعد غادي نعمروهم قدموا ونرجع معكم دابا غادي ندهنهم ب لاصوص ديال مطيشه طماطم نكملو ونرجعو معكم دابا ندير ليهم فرماج نعمرهم بالخليط اللي درنا دابا تنديرو بعد ما عمرناهم تنديرو الفرماج بهذا الشكل
حنا زيناهم بالزيتون من الفوق، ندير لهم شويه الفرماج. فهاد الجنيبات هكا احنا زيناهم بالفرماج والزيتون، ما بقى لنا الا نديرهم في الفران لمده طيطيو، غادي نديرو على النار 180 درجه. ها الفطائر ديالنا بعد ما طابوا، تنتمناو يعجبوكم مع مري مكفته تشوفوهم. ها هما يجيو رطبين وشاش، ها عامرين بالفرماج، رائع. نتمنى يعجبكم. الى اللقاء في فرصه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.